جولتنا اليوم أصدقائي في مطاعم الصوفية فيليج، نقيم كل مطعم على حدة وبكل التفاصيل. يلا نبدأ جولتنا. هيا أصدقائي، وصلت أفضل برجر بعمان بتوين بانز. شوف شوف التفاصيل أصدقائي، هاي أنا طلبتها سموكت، تمام، بيت نهار بفكرة، أول شيء بالشكل بعدين بالطعم. هاي أصدقائي الكلاسيك برجر، تفاصيلها رائعة. بالنسبة للتقييم الشكل والطعم الرائع، كان تقييم بـ 75% وهو تقييم جيد جدا. جينا هلا أصدقائي لمطعم يحضر البريكست على الأصول. هذا المطعم يحضر البريكست على الطريقة الصينية. شوف التفاصيل أصدقائي، في نكهات مختلفة وخضار، واللحم حقيقة مستوي وطري. لكن تقييمي أنا بالنسبة للشكل والطعم كان 50% حقيقة. لا جدال على المزايا الموجودة في هذا والنكهات الموجودة فيه نكهات جيدة، لكن تقييمي أنا بالنسبة للطعم 50%. جينا أصدقائي لمطعم ناشفيل للدجاج المقلي. هذا المطعم أصدقائي حقيقة مطعم جيد، هناك نكهة عادية ونكهة بالناشفيل طبعا. تقييم لهذا المطعم أصدقائي حقيقة كان بالنكهة العادية 70% وبنكهة الناشفيل 45%. لكن بالمجمل كان تقييمي للمطعم 60% حقيقة، وهو تقييم جيد. الأخلاقي المكسيكية مشهورة حول الفتاكة، اللحمة والخضار وبالدجاج. شوف كنا رايحين تقييمي أصدقائي لهذا المطعم الذي يحضر التاكو المكسيكية باللحمة والدجاج، تقييمي 55% للشكل والطعم، وهو تقييم جيد. هاي كمان البيتزا المميزة الأمريكية دوب يونيون. شو بالطبع التفاصيل؟ عمر كبير طبعا. دهل رائعة المظهر والشكل، بس ضل نتذوق الطعام ونخبركم رأينا بالطعام. تقييم أصدقائي لهذا المطعم اللي بحضر البيتزا على الطريقة الأمريكية كم تقييم 100%؟ لأول مرة بكون التقييم 100%، لأنه المطعم ممتاز والطعم رائع ومميز جدا. آخر مكان أصدقائي نتحلى فيه هو الآيس كريم وندرلاند. آيس كريم تقييمي للآيس كريم 70%، وختامها مسك للصوفي فيليج مع القهوة التركية والدونات في أجواء ولا أحلى ولا أروع.